السلام عليكم حياكم الله انا راكان ورجعنا من جديد وهذه المره لمراجعه فيلمين مع بعض الفيلم الاول فيلم ليجننت والفيلم الثاني فيلم ذا كارد في البدايه صديقي لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل جرس التنبيهات وتقيمنا باللايك في حال اعجبك هذا المقطع كذلك راح تلاحظ انه الشريط الاحمر الخاص بهذا الفيديو مقسم لعده اقسام كل قسم يمثل فيلم كذلك قبل لا ابدا تذكير بسيط جدا يا جماعه كود راكان في تطبيق ذا شيفس ما زال يعمل، هذا الكود راح يعطيك خصم 50% على قيمه التوصيل، تطبيق ذا افضل تطبيق توصيل طلبات في المجره هذه الحقيقه المسلمه اتفقنا عليها قبل ثلاث اربع مقاطع، رابط التحميل الخاص فيني موجود تحت بخانه الوصف. <applause> الفيلم الاول اللي بتكلم عنه فيلم مالجنن تصنيف الفيلم جريمه ورعب وغموض الفيلم من بطولة انابيلا ويلاس ومادي هيسون وجورج يونغ ومن اخراج المخرج الرهيب جيمس وان وتدور احداث هذا الفيلم حول سيدة تكتشف أن الكوابيس اللي قاعدة تعيشها هي ليست كوابيس وانما احداث حقيقية وبالحديث عن المخرج جيمس وان وفي حال ما كنت تعرف هذا المخرج جيمس وان قدم العديد من الأفلام الرهيبة سواء بتصنيف الرعب أو بتصنيفات أخرى على سبيل المثال فيلم ذا Conjuring الأول والثاني واللي يعتبرهم من أفضل أفلام الرعب اللي شاهدتها كذلك قدم فيلم سول الأول وقدم العديد من أفلام الرعب الجيدة كذلك قدم فيلم أكوامان وقاعد يشتغل على أكوامان 2 قدم فيلم Fast and Furious السابع والعديد من الأفلام الجيدة سواء بتصنيف الرعب أو خارج هذا التصنيف فالرجل اخراجيا متمرس بافلام الرعب لذلك انا دخلت هذا الفيلم بتوقعات عاليه على الرغم من ان الكاست ما كان افضل كاست ممكن اشوفه في فيلم وفعلا الفيلم بلحظات كثيرة تقاطع مع توقعاتي وكان على قدر التطلعات كسرد للقصة الفيلم يخليك تدخل الأجواء من أول ربع ساعة والمقدمة نفسها أول ربع ساعة والعشرين دقيقة كان فيها تركيز عالي من الرعب والإثارة الأمر اللي يعطيك مؤشر كمشاهد أنك مقبل على فيلم رهيب حتى تقديم الشخصيات في أول ربع ساعة أول عشرين دقيقة كان تقديم جيد أعطاني الشخصيات دوافعها وصنع حولها بعض الاسئله. اما من الناحيه الاخراجيه فجيمس وان ابدع بكل امانه سواء بالمشاهد اللي فيها مؤثرات بصريه او المشاهد اللي كانت بدون مؤثرات بصريه، فعلى سبيل المثال واحد من المشاهد المذهله بالنسبه لي كانت الكاميرا معلقه كذا بسقف المنزل والشخصيه قاعده تتحرك داخل هذا المنزل، والكاميرا تلحق هذه الشخصيه بطريقه مذهله بطريقه رهيبه صراحه، هذه الطريقه وصلت لي شعور الاثاره اللي يبغى يصنعه جيمس وان بهذا الفيلم وهذا على سبيل المثال للحصر لأنه في عدة مشاهد ببيئات مختلفة جيمس وان قدر أنه يصنع مشاهد رعب جيدة إلى جيدة جدا على الجانب الآخر المشاهد اللي كان فيها مؤثرات بصرية كانت رهيبة ويمكن بتريلر الفيلم شفنا لمحة عن هذه المشاهد لما الشخصية تكون بمكان وفجأة المكان يتغير الى مكان اخر كيف هذه النقله تكون رهيبه باستخدام المؤثرات البصريه ولكن بالنسبه لي يعيب على هذا الفيلم ثلاث امور اساسيه الامر الاول اداء الممثلين كل الكاست كان ادائهم من متوسط الى سيء باستثناء انابيلا ويلس أنا بيلا ويلس كانت فارقة عن البقية الكاست كان ممكن يخدم القصة كان ممكن يخدم الفيلم بشكل جيد خصوصا أن هذا الفيلم من الأفلام اللي تعطي مساحة للممثلين لإظهار إبداعهم لإظهار قدراتهم مشاعر الممثلين بلحظات كثيرة كانت أقل من المطلوب ما وصلت لمرحلة أن الممثلين يطلعوني من جو الفيلم بأدائهم السيء ولكن كان ممكن انه ادائهم يكون افضل خصوصا انه هذا الفيلم من الافلام اللي تعطي مساحة للممثلين الامر الثاني رتم الفيلم او البايسينج نعم في بداية المقطع عشت بالرتم وقلت انه الفيلم دخلني الاجواء باسرع شكل ممكن خلاني أتوتر بأسرع شكل ممكن خلى عندي بعض التساؤلات الجيدة الحميدة تجاه القصة والحبكة بأسرع شكل ممكن بدون لا ينفرني ولكن بالمقابل هذا الرتم السريع استمر لفترات طويلة خلال مدة الفيلم مسألة البيسنج هي مسألة حساسة سواء على مستوى الكتابة أو حتى على مستوى التحرير أو الإديتنج أنت ككاتب أو كمخرج قد تفقد اهتمام المشاهد بالفيلم لما يكون الرتم أسرع من اللازم راح يضيع المشاهد ولما يكون الرتم ابطا من اللازم ممكن يفقد اهتمام المشاهد تجاه هذا الفيلم ف بهذا الفيلم كان سريع لفترات طويلة وأنا هنا أتكلم عن النقلات من المشهد الأول إلى المشهد الثاني إلى المشهد الثالث هذه النقلات السريعة كانت تظلم بعض المشاهد في بعض المشاهد داخل هذا الفيلم كان من الممكن أنها تكون أطول شوي وتعطي جو رهيب للفيلم ولو شفت هذا الفيلم راح تفهم قصدي بمسألة البيسنج حرفيا راح تحس انه الفيلم قاعد يركض الامر الثالث هو التويست اللي صار في نهايه الفيلم في اخر نص ساعه تقريبا التويست بالنسبه لي كان حلو ورهيب ولكن ما كان مضبوط 100%، وأنا هنا أتكلم عن نوع تويست اللي عادة نشوفه بأفلام الرعب أو أفلام الغموض، هذا تويست اللي يجيب على الكثير من التساؤلات واللي يشبك الكثير من الخطوط اللي تولدت عندي من أول لحظة وأنا أشوف الفيلم. نعم هذا التويست أجاب على الكثير من الأسئلة ولكن لم يجب على بعض الأسئلة بل خلى بعض الأمور وبعض التصرفات اللي صارت أثناء هذا الفيلم أو أثناء الحبكة تصرفات وأمور ومشاهد غير منطقية، وأنا هنا ما أقصد بغير المنطقية المبالغات اللي تصير بأفلام الرعب، لا أتكلم عن أشياء تتنافى مع المنطق والعقل، ومجدداً لما تشوف الفيلم راح تفهم قصدي، التويست ما خدم هذه المشاهد اللي كانت أساسية بحبكة الفيلم بشكل عام أنا حبيت فيلم ماليجننت بالعكس وجدته فيلم ممتع فيلم رهيب فيلم يستحق المشاهدة ولكن الفيلم خسرني في آخر نص ساعة آخر نص ساعة كانت جيدة على بعض المستويات ولكن كانت أقل من المطلوب على مستويات أخرى بالإضافة إلى أداءات بعض الممثلين وتحديدا الشرطي والشرطية كانت أداءاتهم أقل من المطلوب كان ممكن لو أداءهم جيد الى جيد جدا يرفع من مستوى الفيلم. عموما تقييمي لفيلم مالجننت سته ونص من عشره ويستحق المشاهده في السينما. وبعد ما خلصنا من فيلم مالجننت خلوني اتكلم عن فيلم ذا كارد كاونتر. is it possible to know when one reaches the limit؟ فيلم ذا كارد من إخراج وكتابة بول شريدر، بول شريدر اللي كتب فيلم تاكسي درايفر للأسطورة مارتن سكورسيزي وفيلم Raging بول كذلك للأسطورة مارتن سكورسيزي، كذلك فيلم ذا كارد كاونتر من إنتاج مارتن سكورسيزي لدرجة إنه مارتن سكورسيزي اسمه في الاوبننج حق الفيلم قبل اسم بول شريدر، واسمه كذلك على البوستر حق الفيلم، ومن بطوله اوسكار اسحاق اللي الكثير من عشاق السينما يرون انه هذا الممثل لو اختار افلامه بشكل صحيح قد يكون له شأن في العشر سنوات القادمه، وكل هذه المؤشرات تقول اننا مقبلين على فيلم ممتاز، فيلم رائع، فيلم ممتع على مستوى القصه، على مستوى الحبكه، على مستوى الإخراج وعلى مستوى أداء الممثلين، ولكن للأسف هذا الأمر ما حصل على الأقل بالنسبة لي. تدور أحداث الفيلم حول محقق عسكري سابق يخوض رحلة انتقام غريبة مع احتراف شوي بلعبة البلاك جاك أو المقامرة بكل أمانة هذا الفيلم أصابني بخيبة أمل لسبب بسيط أنه باول شريدر قدم لي كتابة شخصية رائعة جدا في فيلم تاكسي درايفر كذلك قدم لي كتابة شخصية رائعة جدا في فيلم ريجينج بول فتوقعت انه كتابة الشخصية بهذا الفيلم راح تكون رائعة جدا ولكن اللي وجدته بهذا الفيلم من اول لحظة الى اخر لحظة شخصية غير مثيرة للاهتمام بل مليئة ببعض التصرفات اللي ما لها مبرر على سبيل المثال كثرة الترحال من مدينة الى اخرى والتركيز على الموتيلات الرخيصة وانه كيف قاعد يغطي كل شيء بالغرفة ويبغى الغرفة نيت مرة كل غرفة يروح لها وانه يكتب ملاحظاته الكثير من التصرفات اللي كانت مليئة في الفيلم ما كانت تصرفات ذات مبرر يعني انا ما فهمت هذه التصرفات صراحه وحتى لو شديت حيلي حاولت اني اجد ارهب المبررات لهذه التصرفات اللي اخذت وقت طويل من مده الفيلم ما راح تكون مبررات رهيبه صراحه ما راح تكون مبررات تستدعي اني اشوف ساعتين او اضيع ساعتين من عمري عشان اكتشف هذه المبررات يعني ما راح اقول اوه واو سوى كذا عشان كذا ما راح يجيني هذا الشعور فالفيلم تركني مع عدة أسئلة، هل الفيلم عن رحلة انتقام؟ هل الفيلم عن لاعب بلاك جاك محترف وذكي؟ هل الفيلم عن محقق عسكري كان بأبشع سجون العالم سجن أبو غريب ودراسة شخصية لهذا المحقق العسكري؟ فالفيلم قدم لي هذا المثلث لهذه الشخصية وبنفس الوقت قدم لي أضعف ما يكون لكل ركن من أركان هذا المثلث، شخصياً كانت توقعاتي مرتفعة لهذا الفيلم ولكن الفيلم خيب ظني على عدة أصعدة، الرتم البطيء، الحبكة اللي ما أثارت اهتمامي، الشخصيات اللي ما أثارت اهتمامي ولا ارتبطت فيها أبدا، كثرة الأسئلة اللي كان يطرحها لي الفيلم ويترك لي المجال إني أجاوب زي ما أبغى على هذه الأسئلة بدون لا يقدم لي إجابات رهيبة، والكثير صراحة من الأمور اللي خلتني أتحسف على الساعتين اللي قضيتها بمشاهدة هذا الفيلم، فتقديري الوحيد لهذا الفيلم كان للإخراج فقط، لذلك تقييمي لفيلم ذا كاونتر أربعة من عشرة. وأنا عارف إنه في ناس كثير راح يتعارضون معاي وراح يقولون إنه فيلم رهيب وفيلم تحفة، فيلم جوائز، حقك صراحة، أنا هذه الأفلام وجدت إنها ما تناسبني دائما. هذه الأفلام لها جمهورها، أنا مش واحد من هؤلاء اللي يحبون الآرت هاوس فيلمز. من الأخير. قد يكون تقييمي ظالم من وجهة نظرك ولكن هو تقييمي بالنهاية، مع المبررات اللي طرحتها. عموما، كذا وصلنا لنهاية مقطعنا، في حال شفت الفيلمين، فيلم ماليجنيت وفيلم ذا كاونتر شاركني رايك تحت بخانه التعليقات كم تقييمك من عشره اشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك وفعل جرس تنبيهات لايك في حال عجبك المقطع ديسلايك في حال ما عجبك وتابعني في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وسناب والانستغرام وبيتو وتويتش كم معكم. كان معكم راكان اشوفكم المقطع الجاي سلام